السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول، في ظل الفوضى التي أصابت كل مفاصل الدولة العراقية، تشابه الأسماء مشكلة يعاني منها كثير من العراقيين. في عنواننا الثاني، وسط غياب للقانون، هيئة النقل أنموذجا سيئا للفساد المستشري في العراق وتوثيق لجزء من فسادها. لدينا أيضا استمرار معاناة المدنيين وخاصة طلبة المدارس بسبب غرق الشوارع وسط إهمال حكومي. وفي آخر العناوين لدينا الحصة التموينية في العراق، غياب مستمر لموادها وسخرية من قرارات الدولة بشأن مادة العدس ومدة توزيع الحصص. أهلا بكم. لجأ مواطن عراقي إلى استصدار مجموعة من الكتب الرسمية الحكومية لكي يتلافى التعرض للخطر في نقاط التفتيش داخل المدن العراقية وخارجها، وذلك نظرا لوجود معضلة وهي تشابه الأسماء التي على أثرها دخل كثير من الأبرياء السجون والمعتقلات أو تمت تصفيتهم في الشوارع. ويرجع ذلك بحسب مراقبين إلى النظام العشوائي الذي تتبعه المؤسسات الحكومية في العراق في التعامل مع هذه القضايا، بالإضافة إلى النظام البدائي الخاص بكيفية كشف المذنب من غيره. دعونا نشاهد. مشكلة تشابه الأسماء مثل ما تشوفون، يعني أحد المواطنين من أبناء مدينة السامراء عنده تشابه أسماء. نطلع هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب اللي هو مال المحكمة الرئيسي، وهذا بالإضافة إلى هذا، يعني كل هذا على المود يقدر يمشي بالسيطرات ويمشي أموره. مناشدات المواطنين اليوم للجهات الأمنية لوزارة الداخلية، يعني وعنده البطاقة الوطنية يعني عراقي الجنسية مثل ما نشوف. مناشداتنا للجهات المعنية لوزارة الداخلية وضع حل لمشكلة تشابه الأسماء، يعني معاناة المواطن اليوم في حالة يرثى لها المواطن. كتاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والهوية العاشرة ما عدا إلى باقي المستمسكات. أمرنا لله الواحد القهار، ومطالباتنا للجهات الأمنية بحل هذه الأزمة. وعندنا هواية عندهم تشابه أسماء وما عندهم كتاب واحد يقدر يمشون به. نستمر بالحديث عن هذه المشكلة، مشكلة تشابه الأسماء في العراق قد تقودك إلى تهمة 4 إرهاب، وهي واحدة من أخطر التهم التي توجه إلى شخص في العراق إن لم تكن أخطرها. فلنستمع إلى قصة هذا الشاب الذي يعاني الخوف نتيجة مشكلة تشابه الأسماء التي بسببها قد يدخل إلى السجن ولا يخرج منه. فلنشاهد. أناشد كل الوزراء، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، سولف. أنا متزوج وعندي أطفال 2، زين ها؟ جاي أروح أطلع بطاقة السكن عند أسوي مال متزوجين، زين. أنا بدي أطلع جنازي جهالي، عندي بنية عمرها 3 سنين وعندي طفل عمره 8 أشهر، زين ها؟ صارت علي تشابه بالأسماء، 4 إرهاب. 4 إرهاب؟ 4 إرهاب، وين؟ بكربلة. ماشي؟ أبو النفوس قال لي جيب لي كتاب وتعال. قلت له مين بس غير تكون دليني أنا ما أدل، زين. قال تروح الكربلة، زين. من كربلة تجيب الكتاب وتجي، زين. لما أريد أروح أنا، قلت لما أروح مركز الشرطة الشعب مالتنا رحت ما قبلت، رحت المحكمة مال شارع الصحة ما قبلت، رحت مال الحسينية قال أنت مو علينا، لو علينا شو أسوي هناك، بس أنت مو علينا، بتروح الكربلة، لأن أنت وين؟ قالوا لي الكربلة، تروح الكربلة. محامي كلب بي قال أنا أسوي لك إياها، هو صاحبي، يعني هو صاحبي، قال أنا أسوي لك إياها، قال تعطيني 17 ورقة. قلت له عمي مين أجيب لك؟ سوالي هيك، قال لي بيع العدك. قلت أنا ما عندي كل شيء، ما عندي. انت هسه موضوعك 4 إرهاب؟ 4 إرهاب، والله وانا خايف. سيطره مرابطه، انزل من عندها، اروح اتمشى عبر ذاك السايد، خاطر بسبيل ليش يشيلوني، ليش ياخذوني.
هذا الموضوع دائما ما يطرح تساؤلات كثيرة من قبل الشارع العراقي المراقبين والمتابعين حول الأموال التي تتحدث دائما وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والسلطة بأكملها عن إنفاقها في تطوير وتحسين عمل المؤسسات الحكومية الموجودة في العراق، إن كانت أمنية أو خدمية منها. كيف لبلد يعتبر واحدا من أغنى بلدان المنطقة ويتحدث عن إنفاق مليارات من الدولارات على تطوير وتحسين عمل المؤسسات الأمنية والمؤسسات الخدمية الموجودة في العراق ونرى معاناة المواطنين بهذه الطريقة، عندما يكون تشابه الاسم يضعك بالسجن بأي تهمة، قد تكون تهمة 4 إرهاب أو ربما أخطر من ذلك أو أقل من ذلك، مهما كانت المشكلة أو التهمة، كيف يمكن أن تسير أو يسير البلد بهذه الطريقة البدائية، طريقة الورق وتشابه الأسماء، وبناء عليه إن لم يكن لديك دليل ستدخل إلى السجن لا محالة. نتطرق إلى موضوع آخر وهو توثيق مواطن بكاميرته الخاصة عملية أخذ رشوة من قبل موظفين في هيئة النقل في سيطرة العبايتشي على طريق بغداد سامراء، فنشاهد. شفت شلون اخذها عمر؟ ها؟ شفت شلون اخذها؟ ما تلحق من سلم علي، لا من سلم علي اصلا ما تلحق تروح عليه. هذا قصة وصل. وصل يقصه 10 يحط الجيل. إيه. شارجر وهذا اللي قبله. نستمر بالحديث عن ما يسميه العراقيون فساد هيئة النقل في العراق. حادثة حصلت مؤخرا مقابل جراج العلاوي في العاصمة بغداد، وتبين اعتداء مجموعة من هيئة النقل بالضرب المبرح على سائق باص لأنه لم يتوقف بعد أن قام بصدم أحد موظفي الهيئة كما ذكر في المقطع، فنشاهد. نستمر في هذا الإطار، حيث قام سائقو السيارات في جراج قلعة سكر بالحديث عن هيئة النقل ووصفوها بأنها عبارة عن عصابة ابتزاز بذريعة الجباية، فنشاهد. السكر ما يخلونا نقبط وقاطعين رزقني. عم عز الله عصابة مو هي، بيناتنا العباس عصابة. عم عصابة. عم تطلع لك بنفر، تطلع لك بنفر. الله يقبلها، تدفع 10,000 وهي جباية 600 دينار. عمي والله ما صايرك تطلع من برا تدفع جباية. عمي وين صايرك؟ عمي هذا الرفاعي يقبط من برا ويرجع. الرفاعي يقبط من برا ويرجع.
يدفع لك 2 دينار ياخذ ملف يسوي انطلاقه، واحنا تدفع لك 10,000 حتى الله ما يرضى. يعني السائق بالسياره لا ياكل له خبزه، اللي ما عنده لا ياكل له خبزه، وين نولي؟ ننتقل إلى مشكلة غرق المناطق والشوارع بعد موجة الأمطار الأخيرة والسيول التي ضربت مناطق مختلفة من العراق. بعد نحو أسبوعين على توقف مياه الأمطار، لا يزال طلبة المدارس والمدرسون في مدرسة الدار البيضاء الابتدائية القريبة من مركز الشافعية في محافظة القادسية يعانون من المياه المتجمعة في آخر أيام السنة الدراسية الحالية، ويضطر الكثير منهم للعبور بعد التسلق على سياج المركز الصحي أو رفع البنطال للعبور في المياه بسبب عدم وجود طريق بديل. والسبب في ذلك هو انهيار البنية التحتية والإهمال الحكومي متمثلا ببلدية الناحية. فنشاهد. المركز الصحي سيدي بالله، وش قصر للمطر؟ وش قصر لمنتهى؟ يعني هذا الأسبوع الثاني دخلنا من نهاية المطر، وهذا لحد الآن طلاب يدخلون بداخل الماء يجون للمدرسة، ومن يطلعون نفس الشيء. وهذا ذولا عود أفضل من عودهم يصعدون على السياج مال المركز الصحي ويعبرون بس هذه المسافة. ما خلينا واحد ما اشتكينا عنده، ما خلينا من المحافظة، المجلس بلدي مال ناحية الشافعية، ماكو فائدة. المشتكى لله بس، المن تشتكي؟ يعني هسه ما تشوفوا، يعني ماكو سيارة مال سحب ويسحبون هذا المي اللي صار راح يصير أسبوع مال يعني مي مال مطر عفو؟ ما أعرف. خابرهم يقول لك ما عندي سيارة، يعني ما عندك سيارة شنو شغلك ما عندك سيارة؟ شنو شغلك انت قاعد بالشافعية اذا ما عندك سيارة؟ خابر للمحافظة خلي يجون يسوي لها حل. يعني شلون؟ هاي طلاب راجعين من المدرسة، الطريق الوحيد اللي يودي عليهم البيت هو هذا. يعني يجي الطالب طالع من المدرسة يصعد على السياج مال المركز الصحي ويعبر هاي المسافة على مود ما يدخل بالماء. زين هاي الصبح من يجون شلون هم نفس الشيء. دعونا نتابع حالة التلاميذ والأساتذة بطريقة وصولهم من وإلى مدرسة النور الابتدائية في الهارثة بمحافظة البصرة بعد أسبوعين عن توقف الأمطار في آخر أيام الدراسة وعلى أبواب الامتحانات النهائية. فنشاهد. على كيفك بابا، على كيفك. على كيف بابا، على كيف، على كيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكم أن تتخيلوا كمية الأمراض التي يمكن أن تصيب هؤلاء الأطفال الطلبة نتيجة مرورهم وهم حفاة في بعض الأحيان في هذه المياه الآسنة، المياه الملوثة، وإن كانت مياه أمطار لكنها اختلطت مع ما يوجد من كوارث
في التربة العراقية نتيجة لإهمالها، وبالتالي لا أحد يعلم ما الذي قد يصيب هؤلاء الأطفال الطلبة طلبة المدارس، الخطورات التي قد يتعرضون لها نتيجة لغمر المياه لمناطق قد تكون عميقة، قد تسبب لهم الغرق في بعض الأحيان إن لم يكون هناك طريق سليم صالح للمشي أو للاستخدام الآدمي من أجل أن يذهبوا من وإلى المدرسة. من المتسبب؟ من المسؤول عن ما يحدث؟ هذا موضوع طبعاً يعني تتحملها أكيد الجهات المعنية في العراق المسؤولة، إن كانت على المحافظة أو على الدولة بشكل عام، لأنهم أعتقد يرون ما نعرضه نحن وما يعرضه آخرون على قنواتهم الفضائية وما يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا يعقل أن يظل المسؤول يتفرج بهذه الطريقة ولا يتحرك. هذه هي المشكلة والمعاناة الحقيقية التي يعاني منها العراقيون. وبالحديث عن المسؤولين، قال وزير التجارة في العراق أثناء مؤتمر صحفي إن مادتي الطحين الأبيض والعدس سيوزعان قبل شهر رمضان ولمرة واحدة فقط، أما هذه المفردات وغيرها فستوزع كل 45 يوما بالنسبة للطحين وكل 60 يوم بالنسبة للزيت والسكر والأرز. فنشاهد. احنا البطاقة التموينية مفردات تعتمد على التخصيصات المالية، التخصيصات الموازنة لا زالت نفسها، يعني كانت زيادة بسيطة هاي السنة، راح تبقى المفردات البطاقة التموينية كما هي، بس احنا برمضان كان القرار انه كل عائلة تنطي 5 كيلو طحين صفر بالإضافة إلى نص كيلو عدس لكل مواطن. فالفقرتين كانت لشهر رمضان، والوزارة إن شاء الله راح تحققها قبل شهر رمضان. احنا عندنا الطحين للمواطن 8 حصص في السنة وليس 12 حصة، فكل 45 يوم يستلم حصة طحين. وبالنسبة للسكر والزيت والرز هي 6 حصص في السنة، يعني كل شهرين يستلم حصة. المواطن مرات يستلم الشهر الأول يتوقع أنه أكو الشهر الثاني، الشهر الأول والثاني هي حصة واحدة، سواء يستلمها بالشهر الواحد أو الشهر الثاني، والثالث والرابع حصة وهكذا. فأنا افتريت حتى على الوكلاء، افتريت على الجداول وشيكت حتى جداول الوكلاء في المحلات وباوعتها وشيكت الأرقام، يعني عندنا الخلل، وأي دعوة أو أي مشكلة إذا تجينا أو أي شكوى إحنا دا نحيلها مباشرة، والرقابة التجارية تطلع تشيك، وإذا خلل دا نعالجه، وإذا هي الوضعية طبيعية والتجهيز صحيح ماشي الأمور. فإذا عندكم خلل في مكان ما يا ريت تعطوني أي رقم، أي وكيل، رقم وكيل، رقم أي مركز تمويني، أي مشكلة بيها إحنا حاضرين كوزارة ندقق ونعلنها قدامكم. يعني هذا كان حديث وزير التجارة في العراق. بالنسبة للمواطنين، استقبلوا ما قاله الوزير بسخرية كبيرة تزامنت مع توزيع حصة العدس المرصودة لرمضان على المواطنين في اليومين السابقين. مواطن من البصرة سجل هذا المقطع متهكما، ونعتذر مقدما لما ورد فيه من بعض التعابير والإيحاءات، وهذا غيظ من فيض من غضب المجتمع العراقي. أهلنا وناسنا الطيبين بمحافظة البصرة، اليوم أحب أبشركم الحكومة العراقية هسه قعدت منهم وقالت الوالدة طولنا كمية يا بشطوكم وحق الحسين الشهيد، واليوم خميس، قالت كل مواطن ربع كيلو عدس على مو شهر رمضان، مقبلين على شهر رمضان. شرفك يا وزير التجارة، شرف عليك وعلى فلوسك وعلى فسادك يا سرسر، ربع كيلو عدس كل مواطن بصري شرفك. بصرة تنتج آلاف المؤلفة من مليارات ونقل وأموال، تعطيها ربع كيلو عدس كل مواطن بصري؟ ليش؟ عاد الزوية صار لك سنة إجيت، شنو قدمت أنت للبلد؟ رئيس الوزراء وأنت محمد الحلبوسي تجتمع وتصوت وتريد أموال حصانة المجلس النواب زيد رواتبهم، تعطي ربع كيلو عدس للمواطن؟ الله لا يوفقكم بحق الحسين، الله يهجمكم بجاه شهر رمضان. بشرفكم كل مواطن شريف على هاي الحكومة الله يهلكه بشهر رمضان، أول يوم الصمونة ادعو عليهم بسبب العدس. مواطن آخر سجل هذا المقطع الذي ستشاهدون الآن متهكما على مادة العدس الذي أو التي استلمها بمناسبة حلول شهر رمضان من قبل الحكومة. فلنشاهد. هاي المناسبة أهني الشعب العراقي الكريم، وخاصة أهني شريحة الفقراء على استلامهم، والمثل يقول عدس في اليد خير من فاصولية بالسوق. بس اكو مشكلة،
بعد احنا نريد المين، نريد الرمضان، غير رمضان حتى نصوم وناكل شطونا يا هسه. زين لان شي ضمن هاي الفانوس وظل تحوس تطبخين. فانا هسه ايش قررت؟ قررت جبت هاي اضم بيها شغلاتي. اضم بيها شغلات الثمينه. هاي شوف قاعد اضمن بيها شغلات الثمينه. فقررت اضمهن هنا. شوف راح اضمهن هنا. اضمهن. واطيح بيهن اقفلهن هيك اقفلهن. اقفل عليهن. هاي اقفل عليهن حتى لا يخلصوهن هاي الفانوس تخلصهن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا الجميع يعلم أن الشعار الذي ترفعه وزارة الداخلية في أغلب البلدان العربية هو الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو الشعار والمبدأ الذي من المفترض أن تكون تتمتع به الشرطة في البلدان العربية. لكن في العراق، دعونا نتحدث حصرا، في العراق يختلف الأمر، تختلف طبيعة تعامل قوات الأمن بكل صنوفها مع المواطن. وهذا مثال عن شيء بسيط، طبعا هذا ليس للتعميم، لأننا شاهدنا كيف أن هناك بعض المنتسبين في الجهاز الحكومي الأمني لديهم الرغبة بتصحيح الوضع القائم، الوضع السيء القائم في العراق كما يصفه العراقيون، لكن لا تستطيع لأنها تحارب. لكن هذا مثال للشرطي الفاسد، الشرطي السيء كما يراه المجتمع. دعونا نشاهد. لا أحد يعلم حيثيات هذا الاعتداء الذي قام به هذا المنتسب في الجهاز الأمني بضرب بائع خضار متجول. ومهما كانت الجريمة التي ارتكبها بائع الخضار هذا، هناك قانون، من المفترض أن يكون هناك قانون يحاسب ويعاقب المنتهكين. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. قطوفها دانية تقول: لا أفسد من السلطة غير الشرطة والضباط، غير الشرطة والضباط، وهذا فيض من أو غيض من فيض. طبعا كما ذكرنا، مبدأ التعميم هو مبدأ غير صائب حقيقة، لأنه نحن عرضنا أيضا نماذج لبعض العناصر التي تتمتع بالأخلاق. منتظر يقول: بالله خلينا نشوف البطاط وغيره من الذيول يستنكرون عمل هذا الشرطي. طبعا بالحديث عن الشرطي الذي قام باعتقالي معمم إيراني قام بتهريب مادة الزئبق، كمال يقول: الفيديو واضح، ننتظر ونرى إجراءات المحافظ أو مدير الشرطة. في تعليق آخر، ياسر الكرخي يقول: على أبناء جلدتهم أسود. وفي تعليق آخر، العباسي يقول: إذا أنت حكومة هيك تسوون بالناس، لا عتب على غيركم. هذا كلام صحيح. أبو حسام يقول في آخر التعليقات: الشرطة في خدمة الشعب كان زمان. هكذا يا أبو حسام، كما ذكرنا هذا الشعار الذي يرفع حتى في بعض البلدان العربية الأخرى، وحتى تعرض في الأفلام وفي المسلسلات. هناك عناصر فاسدة في الجهاز الأمني مهما كان عددهم، لكنهم لا يحترمون القانون ولا يحترمون الإنسان والإنسانية، ويتم التعامل مع البشر في بعض البلدان من ضمنها العراق بطريقة أجلكم الله حيوانية، وأسوأ من الحيوانية كذلك في بعض الأحيان. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. الوسم هو مؤامرة نور المالكي. نشر هوشيار زيباري وزير المالية السابق تغريدة تحدث بها عن مؤامرة يقودها نوري المالكي من أجل العودة إلى السلطة. وسرعان ما حذف زيباري تغريدته، لكن الموضوع انتشر. دعونا نشاهد التعليقات أو التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. أحمد يقول: لعنة الله عليه وعلى أتباعه، سراق العراق تحت غطاء الدين والتهميش.
في تغريدة أخرى إبراهيم يقول: خدم نظام ولاية الفقيه الإرهابية من الأنفس العراقية وبأموال العراقيين. هكذا تعامل المالكي مع السلطة. مروة تقول: المالكي وغير المالكي كان يجدي بسوريا وهسه مليارديرية، وإحنا الشعب نزداد جوع وعدم استقرار بسبب مؤامرات أبو خشم نور الأرعن. وفي آخر التغريدات لدينا أنس الساعد يقول: نور المالكي له أبعاد في رهن العراق لإيران، مصالحه الشخصية تفوق على حساب جمهورية العراق. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.